ازيك يا حلوين، عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهاردة عن زيت فاستر لتساقط الشعر اللي قالب الدنيا. اول حاجة كده، انا جربته بالصدفة، شفت يعني بنوتة انا متابعيها بتتكلم عليه وعن قد ايه هو فرق معاها في التساقط، وان هو طولها شعرها في مدة قصيرة جدا، فقلت خلاص هجيبه واجربه. فجبته فعلا، وبصراحة اتفاجئت بالنتيجة بتاعته. انا استخدمته بس اول مرتين، حسيت فعلا ان في فرق في التساقط، التساقط قل او يكاد يكون اختفى، فشكيت بصراحة ان هو ممكن يكون مثلا في مكوناته مادة المونوكسيديل. فعملت سيرش ولقيت ان هو خالي تماما من مادة المونوكسيديل، ودي طبعا حاجة كويسة جدا، وان هو مكوناته مجموعة من الزيوت الطبيعية والفيتامينات والمعادن المعالجة اللي ليها القدرة على الوصول لجذور الشعر بشكل آمن وسريع. فقلت تمام، أنا هجربه مثلا فترة كده، شهرين ثلاثة، وفعلا استخدمته 3 شهور. يعني أنا لسه مخلصة كده 3 شهر في استخدامه، وبصراحة النتيجة بتاعته تحفة. هو أول حاجة كده يعني هو طول لي شعري حبة حلوين، يعني في فرق في طول الشعر مش كتير قوي، بس يعني لا يعني في فرق في طول الشعر بصراحة. وطبعا في ماسكات بتتعمل معاه، في ترطيب. بصراحة تجربتي معاه كانت جميلة جدا، وحسيت بفرق فعلا. مشكلتي بس الوحيدة معاه ان هو بينشف الشعر، ولو هتستخدموه لازم معاه مرطب قوي، خصوصا في الحر اللي احنا فيه والرطوبة العالية. بس هو كتجربة وتجربة حلوة جدا، خصوصا كمان ان هو سعره مش غالي، يعني سعره كويس. ده شكل الإزازة كده، ده زي ما انتوا شايفين، وبيجي معاه أمبول كده صغير، أنا رميته طبعا، وبصراحة يعني تحفة تحفة تحفة. احنا بنفضي الأمبول في الإزازة وبنرج كويس، وبعد كده بنستخدمه مرة بقى مرتين في اليوم. يعني أنا ساعات كنت بكسل أستخدمه مرتين، كنت بستخدمه مرة واحدة. هو بس بينشف الشعر، وزي ما قلتلكوا لازم مرطب حلو معاه. بس كده يا حلوين، ده كان رأيي فيه. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني.